السلام عليكم اخوان صافا، كلشي هو هذاك، اموركم مزيان؟ القصه ديال الجوكر الاحمر ما عندها حتى شي علاقه بالقصه ديال سكيليبا. راه سكيليبا اتفقنا انه نكملوا 100,000 ابوني ونحطوها. ديك الجوكر بحال قلتو شويه الملحه وصافي، وباش بنادم يعرف البيرسوناج ديال الجوكر منين جا وكيفاش ولات عنده ديك القوه. القصه بانت ليا من التعليقات باللي عجباتكم. قبل ما نبداو هاد الحكايه هادي، خليها جايه من هاد الفيديو تعليقات. الناس اللي ما دايرش ابوني ناكد عليها دير ابوني، بارطاجي هاد القناه ولا هاد الفيديو مع اصحابك عائلتك ولا في وسائل التواصل الاجتماعي. سير شي بلاصه مزيانه، تكلم مع روحك، دير كيتمان مزيانين، يلا بينا. كنحس بالما كيضرب ليا في رجليا، بارد. ما قلتش نوض، رجليا ما كنقدرش نحركها، عينيا تقال عليا بزاف. كنحاول نحلهم بصعوبه، كنشوف غير السمك حنا دابا الليل، وانا جيت البحر متكي في الرمله. كنحس براسي مشلل شويه، ضربتني واحد الموجه اللي كانت كبيره، وانا نقفز من بلاصتي. نط كنجري وخا رجليا كضرني، بقيت كنجري حتى بعدت من الماء وطحت عاود تاني. كنحاول نوض والو، كنحس بالشلل في يديا ورجليا، ما قادينش يهزوني، دماغي ما قادش يفكر. وانا نطيح تما ما عقلتش على راسي وفقدت الوعي. في الصباح فيقاتني غير ديك الشمس القاصحه، منين فقت كنشوف في حالتي كنلقى حوايجي عامرين بالما ورمله، مضروب في رجليا. كنهز عينيا في البلاصه اللي انا فيها، كاين بحر كبير غير رمله، ما كاين لا ديور لا والو، غير الصخر بحال شي صحراء كتطلع للبحر، غير انا بوحدي اللي كاين تما. تميت غادي كنبعد من البحر على امل اني نلقى شي دار ولا اثار ديال الحضاره. ساعتين ديال الطريق غير رمله. هاد الوقت كامل الخوت ما انتبهتش لواحد الحاجه اللي مهمه. شكون انا؟ ما كنعرفش راسي. شنو سميتي؟ فين كنسكن؟ شحال في عمري؟ فين عائلتي؟ الحاجه الوحيده اللي عرفت اني ماشي من هاد البلاصه هادي، وخصني نخرج من هنايا، خصني نعرف راسي فين كاين وشنو واقع. بقيت كنمشي وكنطيح حتى وصلت لواحد الطريق اللي كانت مزفته، الكودرون يعني كيدوزوا منها الطوموبيلات. فرحت بزاف، هذا امل اللي كان كبير باش نخرج من هنايا، خصوصا اني بديت كنحس بالعطش بزاف والجوع، وعاد زيد ديك الضربه اللي عندي في رجليا. ريحت حدا الطريق وكنتسنى في ديك الشمس. الطريق كانت حتى هي وسط من الرمله، يعني 100% انا راه كاين وسط من شي صحراء. اين مدينه، اين بلاد، اين قاره، الله اعلم. المده اللي جلستها تما كانت 6 ديال السوايع تقريبا، ما قلتش بالضبط، حتى من الوقت ما كانش في امكاني اني نحسبه. المهم قهرتني ديك الشمس، وكنحس براسي كنموت بالعطش والجوع بزاف، وحس براسي مريض. في هاد اللحظه ديال الياس كنسمع واحد الطوموبيله وقفات. كنت حاضر راسي، هزيت عينيا كيبان ليا مولاها جاي كيجري لجهتي. انا كنت مسرح في الارض، ما قدتش حتى نتحرك. جا وقال لي مالك اخويا؟ قلت لي ما عرفتش. عطاني الماء وهزني طلعني في الطوموبيل ديالو وخدم الكليمه باش نبرد واحد شويه. من بعد ما رجعت فيها روح قال لي اش كدير في هاد الثلث الخالي؟ قلت لي ما عرفتش. قال لي كيفاش ما عرفتيش؟ قلت لي شنو اليوم؟ قال لي الخميس. قلت لي شمن شهر؟ قال لي 7. قلت لي اين عام؟ هو يتخلع. قال لي غيب شويه عليك. بشوية تطرد النفس، تحرك بالطوموبيلة. قال لي اش وقع بالضبط؟ قلت لي راني لقيت راسي مليو حدا البحر. قال لي راه البحر بعيد على الطريق بزاف. واو ضربتي على رجليك حتى لهنا؟ قلت لي اه، راه تكرفست بزاف. قال لي شنو سميتك؟ قلت لي راني ما عارفش. بقى كيشوف فيا وقلت ليه راني واقيلا فاقد الذاكرة، ما عاقلش شنو جابني لهنايا ولا شكون انا. هو يقول لي قلب جيوبك. هاد الفكرة ما طاحتش لي على راسي، بديت كنقلب والو. شوية حسيت بشي حاجة صغيرة في الجيب اللوراني، منين جبدتها لقيتها كارت ميموار. قلت ليه شوف اش لقيت. هو جبد التليفون ديالو، حيد الكارت ميموار ديالو ودخل الكارت ميموار اللي عطيتو. عطاني التليفون وبديت كنقلب فيه، ما لقيت والو في الاول. دخلت لواحد الدوسي ونلقى واحد الاوديو خدمتو، داكشي اللي سمعت صدمني بزاف.
شديت من عند السيد كيتمان ودرتهم في ودنيا وبديت كنتصنط. الاوديو كان فيه الصوت ديالي، كنت كنقول منين انت كتسمع هذا الاوديو غتكون باقا الكارت ميموار. انا دابا ما عارفش فين غتكون، ولا واش حي ولا ميت، ولا واش انت اللي هو انا كتصنط ليا. المهم من هادشي كامل ما غنقدرش نقول لك شكون انت ولا شنو اللي وصلك لهنايا. غنقول لك حاجه واحده، غتمشي لواحد الدار كاينه في كازا، العنوان ديالها غيكون في الاخر ديال الاوديو، وكنتمنى ما طيحش في داكشي اللي طحت فيه انا. انا سال الاوديو قلت لخونا حنا فين، قال لي في خرجه ديال العيون. قلت لي فين حدك انت، قال لي رباط. قلت لي مزيان غتوصلني معاك. قال لي مرحبا، ولكن عاود لي شنو سمعتي في الاوديو. عاودت لي شنو سمعت في الاوديو. في الطريق وقفنا في شي بلاصه وقال لي راه اكادير. مشينا وعطاني نقصي، قصيت مزيان وقال لي تبعني، ومشينا لواحد المحل ديال الحوايج، شرا لي سروال وقبيه وسبرديله، دار معايا موت المزيان، وكملت انا وياه الطريق حتى وصلنا. قال لي راني دابا وصلتك حتى لكازا، عطيني لادريس اللي عندك. عطيتو لادريس، وصلني ونزلت وحتى هو نزل. قال لي المهم ها انت وصلتي، انا دابا غنمشي نطلع على الرباط، هاك مد لي 500 درهم وقال لي حضي راسك، وهاك النمره ديالي، لا جيتي للرباط سول فيا. قلت لي غير تهنى وشكرا بزاف. مشى السيد. عموما هاد السيد هذا ترجل معايا بالبيان، وانا تالف. بانت لي الدار اللي فيها العنوان ووقفت قدامها، ما عرفتش كيفاش نحل الدار ولا كي غندير تندخل. بقيت كندور في عيني حدا الباب ديال الدار، بانت لي واحد اللعيبه قريبه من الباب اللون ديالها احمر بحال سكوتش، جريتها وطيح ساروت. هزيت وجربت نحل الدار وتحلات ودخلت ليها. كانت الدار اللي زوينه بزاف، داخل وبانت لي واحد الطابله محطوط فيها تليفون وبسطام وحدهم فردي. ملي شفت هادشي فهمت انه داكشي اللي دوى عليه خونا في الاوديو اللي هو انا زعما كبير بزاف. حليت البسطام ولقيت فيه الفلوس وواحد العنوان. حليت التليفون كنقلب في التصاور والو، تليفون خاوي. درت فيه الكارت ميموار وحطيت داكشي ودخلت ندوش. مني ساليت طلعت لفوق في الدار كنقلب على الحوايج، لقيت حوايج اللي جاوني قدي وكانوا شي حوايج ديال شمرة ما كانوش كتار. لبست الحوايج اللي قدي وبديت كندور في عينيا في البيت، كيبان ليا كاينه ناموسيه محطوط حداها شي تصاور. قلبتهم لقيت فيهم واحد الراجل وشي وحدين اخرين، فيهم راجل ومراه كانت لابسه البيض وهو لابس كوستيم، باينه باللي تصاور ديال العرس وهما مزوجين. ما عرفتش داك السيد في البديه، تميت خارج وبانت ليا واحد المرايا، بقيت كنقاد في شعري ومنين ركز مع وجهي مزيان صدمت. مشيت بالزربه هزيت عاوتاني التصاور ورجعت قدام المرايا، انا هو اللي في التصاور. ريحت وبقيت كنقول دابا انا مزوج، مراتي فين هي؟ وشحال وانا معاها؟ وشنو سبابي في هادشي كامل؟ نزلت من بعد هزيت داكشي، بديت كنقلب في ذوق التصاور لقيت من مور واحد التصويره مكتوب واحد العنوان. هزيت داك العنوان وخرجت سديت الباب وشديت الطاكسي. داني حتى لذاك العنوان. مني وصلت وهبطت كنتمشى كان واحد الدرب غادي داخل وبنادم كيشوف فيا في شكل. وصلت للدار اللي فيها داك العنوان ودقيت. بقيت كنتسنى. خرجت واحد البنت اللي كانت صغر مني ماشي بزاف، شافتني وهي تسخف حاولت نفيقها، وتما جايه واحد المراه كبر منها. المراه فاش شافتني تاهي سخفات. هزيتهم ودخلتهم للدار وبقيت كنتسنى يفيقوا. فقت ديك البنت الصغيره وبدات كتبعد مني، قالت لي ما يمكنش. قلت لها شنو اللي ما يمكنش؟ هي تنوض من حدايا كتجري وطلعت في شي دروج وسمعتها سدات شي باب بالجهد. فقت المراه الكبيره وقالت لي رجعتي، وهي تعنقني كيطلقات مني وانا ما فاهم والو. طلعت كتجري للدار الفوق ومن بعد تما جايه هزه واحد الشكاره ومدتها ليا وقالت لي زرب حيد من هنا، راه انت اللي قلتي لي نقول لك هذا الشيء، قلتي لي نعطيك هاد الشكاره ونقول لك تخبى على بنادم. قلت لها فين غنمشي؟ قالت لي راه ما قلتي لي والو، دابا زرب حيد من هنا. ما عاودتش معاها الهضره، كنت تالف ولكن حسيت بهذا الشيء بحال بلي خاصني نطبقه. مشيت كنجري خرجت من الدار وبعدت من داك القنت حتى وقفت في واحد الجردة ريحت فوق شي كراسة تما، حطيت قدامي الشكارة مع حليتها، طحت منها واحد الورقة هزيتها ولقيت مكتوب فيها مني لقيتي هاد الشيء راك غادي في الطريق الصحيح، وغتكون تلاقيتي مع أمك اللي هي أمي، حيت أنا راه هو أنت. المهم غتلقى واحد العنوان ديال واحد الشركة سير ليها،
هي اللي غتعرف فيها كل شيء. هنا الخوت سالت ديك الرساله اللي في الواقع. مشيت فعلا لديك الشركه حيت كان العنوان تما. دخلت من الباب ديال الباركينغ كندور في عينيا، حتى بانت لي واحد البنت جايه كتجري لجيتي وعنقاتني. قالت لي عرفتك ما متيش، كنت متاكده. قلت لها شكون انتي؟ قالت لي ماشي وقتها، يلا طلع. طلعت معها فواحد الطوموبيله، قالت لي احضر راسك ما خصهمش يشوفوك. درت داكشي اللي قالت لي. فتنا الشركه وانا نسولها، قالت لي حتى نوصلوا للدار ونعاود لك. بقينا غادي حتى وصلنا حدا واحد الفيلا، ختنا باين بلي لاباس عليها. دخلنا وقالت لي فين كنتي؟ عاودت لها البلان وقالت لي شوف انت راك كنتي مدير ديال واحد المختبر، انا كنت خدامه عندك، حنا بزاف ديال الناس كنصاوبوا الادويه. واحد النهار جا لعندك واحد السيد وقرر انه يمول لك واحد المشروع بشرط تصحح لي التركيبه ديال واحد الدواء. من بعد ما صاوبنا داك الدواء وبدينا كنجربو اكتشفنا انه كينسي والوظيفه ديالو هي النسيان. من مور ما جا داك السيد باش ياخذ الدواء ديالو من عندك، انت هزيتي الديسك دير اللي كان فيه البروجي كامل وهربتي. قلت لها راني ما عاقل على والو من هاد الشيء. قالت لي ما يمكنش، يعني انت راك خديتي هاد الدواء هذا. قلت لها كيفاش؟ قالت لي تسنى، جابت واحد اللعيبه وخدت لي بها الدم وقالت لي غندير المختبر ندير التحليله نشوفك واش واخد داك الدواء ولا لا، ما تخرجش من هنايا. خرجت من ديك الفيلا وسدات الباب ومشات. حليت انا الشكاره قلبت على الديسك دير، انا لقى واحد البيسي بورطابل جبدته شعلته دخلت كنقلب، لقيت فعلا كاين داك البروجي ديال داك الدواء، يعني اللي قالت ختنا بالصح. قلبت داك البيسي وانا لقى واحد الفيديو خدمته، ويبان لي انا راسي في داك الفيديو لابس بحال شي طبيب ديك البلوزه فيها سميت المختبر، كان حدايا شي طابلوات والات ما عليناش. انا في داك الفيديو كنقول سلام انا ما عرفتش فين كدابه، المهم غتكون شفتي الوالده. لكن في الشركه اللي قلت لك قلب على واحد البنت سميتها صفاء، راه غادي توقف معاك. المهم في هذا الوقت هذا انا بديت كننسى شحال من حاجه، ما فهمتش كيفاش حيت عمرني تعاطيت لهاد الدواء هذا ولا درتو. ما عليناش، هذا اخر ميساج مني، قلب الشكاره تلقى شي حوايج غينفعوك، راه كاين فيها حتى واحد الدواء خذ منه، ومني قرب يتسالى عطي لصفاء تصاوب لك بحالو، غير تيق فيها راه كتبغيك في الحقيقه. انا اصلا ما عرفتش واش انت باقي بحالي. ما عليناش، هذيك البنت كتبغيك بزاف، كتبغينا زعما. هنا سالى داك الفيديو، ضغني راسي كيفاش خديت الدواء بلا ما نعيق. بقيت جالس حتى جات ديك البنت قالت لي التحليله اللي قلبت في الدم ديالك ايجابيه، راه عندك داك الدواء في الدم بواحد النسبه اللي كبيره. قلت لها راه عرفت، وريتها كلشي في البيسي حيت خونا قال لي تيق فيها، خونا اللي زعما هو انا. قالت لي راه هادشي اللي تبعوك عليه. قلت لها وكيفاش كنت كناخذ الدواء؟ قالت لي راه هاد الدواء على الاقل خاصو 3 شهور وبكميات ومواقيت محدده. قلت لها راك باقا ما جاوبتينيش. قالت لي شوف انا شاكه في مراتك اللي غبرات، راه كانت خدامه معنا في المختبر منين تزوجتو جلست من الخدمه. قلت لها واخا عطيني تليفونك. خديت من عندها التليفون، عيطت لديك المراه اللي قال لي اخونا راها الوالده ديالي، حيت النمره ديالها كانت في رساله اللي كان كتب ليا. جاوباتني وقلت لها واش لاباس؟ قالت لي راه جاو واحد الجوجه ولدي قلبوا الدار كامله ومشاو، حضي راسك. قلت لها ما تخافيش راه باغيني انا، ياك نتوما مزيان؟ قالت لي بخير وليدي. قطعت لابيل وانا نسول صفاء، قلت لها اجي انا في هاد الشي كامل راني باقي ما عرفتش حتى سميتي. قالت لي سميتك هي شرف. بقيت مع ديك البنت واحد جوج ديال السيمانات في ديك الدار، هي كتمشي للخدمه وانا كنبقى في الدار كنشرب الدواء اللي كان خلى ليا راسي، وكنحاول نقرا هاد البروجي ديالي. كنحس براسي بحال يلاه في السادس ابتدائي، بديت كنتفكر شي حوايج قدام، دارنا، الاعياد، مدرستي، الدريه اللي كنت معاها. ولكن هاد الدواء ما عاونيش بزاف حيت ما تفكرتش داكشي اللي باغي. كنحس براسي عاجز. فهاد جوج ديال السيمانات الخوت كانت صفاء كتبدا تقرب مني، ولكن انا ما دخلش ليا هادشي لراسي. داكشي علاش واحد النهار تفرقعت عليها، قلت لها بلي انا ما كنعرفكش. داكشي علاش بلا ما تبقاي تحاولي، انا ماشي هو شرف اللي كنتي كتخدمي معاه. قالت لي صافي مادام هادشي انا غنبقى بعيده وغنخلي الحب ديالي في قلبي.
ديك الليله الخوت لبست البيجامه ديال النعاس من بعد ما تعشيت وريحت كنتفرج فواحد الفيلم. شويه جات صفاء ريحت فواحد الفوطوي حدايا، قالت لي نعاود لك شي حاجه؟ قلت لها عاودي ليا. قالت لي انا وياك راه كنا مع بعضياتنا من ايامات الليسي، وبقينا واحد المده حتى خديتي الباك ديالك وقررتي انك تمشي تقرا في فرنسا حيت عندك شي عائله تما، ومن تما تلاقيتي مع ديك مراتك وتزوجتو، ومني رجعتي خدمتي في المغرب حتى لواحد النهار جيت انا باغي ندوز كونكور وتلاقيتك. داك النهار ما قدتنيش الفرحه منين شفتك، ولكن تصدمت منين شفت الخاتم ديال الزواج في صبعك. خرجت كنجري من تما كنبكي، ومن بعد صونيتي ليا حيت خليت النمره في الورقه اللي دفعت بها. قلتي ليا بلي راني تقبلت في الخدمه. مع ذلك انا جيت خدمت، واخا كنشوف مراتك ديما معاك، ولكن دفنت داكشي في قلبي. حتى جلستي انت من الخدمه، بديت كنحاول نرجع معاك، ولكن انت كنتي بديتي كتنسى. قلت لها هادشي كامل ما عاقل على والو منه. هاد الدواء اللي كناكل باش يداويني كيفكرني غير في الماضي. قلت لي شوف غناخد من عندك واحد العينه من داك الدواء، وغنخدم على التطوير ديالها. غيكون هاني، غترجع دماغك. شكرتها وبقينا جالسين حتى كملنا الفيلم، وكل واحد مشى نعس في بلاصتو. بدا كيجيني النعاس، وانا نسمع الباب ديال الدار كيتحل. لحتي يدي جات الشكاره، هزيت الفردي اللي كنت لقيتو في الدار الاخرى، كانت راكبه فيه حتى ديك اللعيبه ديال السيلونس. سمعت شي خطاوي قراب للبيت اللي انا فيه، مشيت تخبيت جنب الباب. تدفع الباب بشويه ويتم داخل واحد خونا، ضربته بديك القبضه ديال السلاح، ولكن شد ليا يدي، دورها بالزربه وانا نتيري بالسلاح. جاتو الضربه جيت رجلو، منين طلق مني ضربت لي راسو مع الحيط. هنا شعلو الضوا وجات ختنا كتجري، بدات كتغوت ويدخل واحد خونا من الشرجم، هرس ولد الكلب ودخل. مع دخل ما عطلتوش تيريت فيه، طاح قدامي. مشيت هزيت الشكاره والبيسي، لبست السبرديله مع البيجامه ديال الناس، جريت ختنا وتميت نازل من الدروش. داكشي ديال اف بي اي، حط السلاح قدام وجهي وكندور بشويه. نزلت للباركينغ وطلعنا في الطوموبيل ديالها، قالت لي فين غنمشيو؟ قلت لها غتحركي نبعدو من هنايا. ضمارت الطوموبيل ومشينا لواحد البلاصه خارجه على كازا، حطينا الطوموبيل وسط من واحد الغابه، وقالت لي هي ونفعك داك الدواء. سولتها علاش وقالت لي راك دوزتي عامين في العسكر، داكشي علاش عارف كيفاش تستعمل السلاح. قلت لها هي انا كنت واعر في هادشي. بقات كتضحك معايا، بقات كتحاول تفكرني في شي حوايج وانا ما عقلت على والو. صونيت للوالده، قلت لها شوفي امي خرجي من الدار سيري عند اختك. قالت لي راه الليل هذا. قلت لها غير خرجي وانا نشوف صفاء. قلت لها واش عندك شي فلوس؟ قالت لي ماشي هنا عندي في البنكه. قلت لها يلا خرجوا الفلوس خاصني نعطي شي حاجه للوالده. كملت مع الوالده لابيل وقلت لها راه غتجي عندك واحد البنت تعطيك شي حاجه وغبري امي انت راه تابعيني. صفاء هزت الطوموبيله ديالها ومشات، انا بقيت مريح. جبت الشكاره كنقلبها حتى لقيت فيها واحد السيروت لاصقه فيه واحد الوريقه فيها رقم وعنوان. جبت التليفون اللي كنت لقيت في داري، قلبت على ذاك العنوان وطلع ليا في واحد البوسطه، يعني غيكون السيروت ديال شي صندوق ديال الودائع. بقيت تما كنتسنى حتى جات لعندي. صباح الحال، وحنا غير في ذاك القنت. تحركت بيا بالطوموبيله عاوتاني صفاء حتى وصلتني لجهه ديك البوسطه. دخلت بوحدي سولت على البلاصه ديال دوك الصناديق ديال الودائع وراوها ليا. مشيت قلبت على الرقم لقيت صندوق، حليته لقيت فيه واحد الورقه، عرفت بلي هذا ميساج واحد اخر. خونا في الفيديو اللي هو انا قال لي بلي راه مابقاش غيخلي ليا شي حاجه. خرجت وبديت كنقرا في ديك الورقه، لقيت مكتوب فيها انت دابا كتستغرب علاش زدت هاد الورقه، خصك تعرف بلي انت ولا انا راه ما كنتيقوش، ما كنتيقو في حتى شي واحد الا في الوالده اللي راك ديجا شفتيها. دابا غنقولك ما تبقى دير الثقه في حتى شي واحد، وراه الدواء اللي عطيتك غيكون عطى المفعول وتفكرتي كل شيء. خاصك غير تحفز ذاكرتك، قول الوالده تفكرك في صغرك وتهلا في الوالده وفي اختك. هذا اخر ميساج ديال بصح مني. قريت هادشي وقررت اني نمشي لعند الوالده، ركبت معاها في الطوموبيله ودتني حتى لعند الوالده. دابا عرفت بلي خصني واقيلا ندير الحذر حتى من هاد صفاء. عرفت بلي دات الفلوس ديجا للوالده. دخلت للدار لقيت مهمتي كتجمع في الحوايج، قلت لها يلا غنمشيو للوطيل. هزينا الحوايج وطلعنا في الطوموبيله ديال ختنا ومشينا.
خدينا ثلاثه ديال البيوتة. النهار الثاني الخوت خرجت كنقلب على شي دار باش نكريوها، لقيت دار ولكن الثمن ديالها كان طالع. بغيت نجرب ختنا صفاء واش غترجل معايا، وفعلا خلصت هي كل شيء. مشينا لديك الدار جلسنا فيها، دار كانت مفرشه. جريت صفاء وقلت لها سمحي لي راك عارفه الحاله ديالي دابا، راه ما عندي حتى شي درهم. قالت لي ما تقولش بحال هكا، راك عارف باش كنحس من جيتك. وعنقاتني. دوزنا جوج ديال السيمانات في ديك الدار، انا والوالده واختي وهي. بديت كنحاول نتوالف ونسمع المعلومات، كنريح مع الوالده يوميا كتبقى كتعاود ليا، حتى تفكرت كل شيء تقريبا، وتفكرت حتى كيفاش وصلت لك البحر. عاقل في واحد النهار كنت ريحت في الدار ما مشيتش للخدمه. من مور الغدا تغديت وبديت كنحس براسي تقال عليا، ما قدش نتحرك. شويه كنسمع الدقان في الباب، بغيت نوض نحل ما قدرتش. مشات مراتي حلات بالزربه. دخل واحد خونا، عرفت مزيان باللي هو اللي كان باغي نصاوب ليه داك الدواء، وكانوا معاه شي رجال. هزوني وبان لي عطى لمراتي شي فلوس وخرجوني. ركبنا في طوموبيلته وداوني لجهه المطار في بوسكوره. طلعنا في واحد الهليكوبتر، انا ما قدتش ديك الساعه نتحرك، ومن هضرتهم سمعت باللي باغين يديوني للقويره. تما كاين شي مختبر ديالهم بغاوني نخدم فيه. هذيك الهليكوبتر ما سدوش داك الباب ديالها، كيخليهم محلول. وانا كنت تالف وما قدتش نتحرك، ولكن قررت اني ندفع راسي حتى نطيح في البحر. ما عرفتش كيفاش فكرت في هذا الشيء. ملي قدرت نتحرك واحد شويه بديت كنزحف حتى تلاحيت، ما داواش فيا هما. طحت في الماء وما كنتش قادر نعوم، باقي بحال مشلل، ما قادرش نتحرك 100%، بحال بديت كنغرق وغيبت في الماء. وفاش فقت لقيت راسي تما. وانتوما دابا غتكونوا عرفتوا شنو وقع، حتى تلاقيت بداك خونا حدا ديك الطريق اللي كان رباطي. الصدمه الكبيره انه داك خونا اللي كان رباطي وعاونني في الطريق كان هو نفسه الشخص اللي كان باغيني نصاوب ليه الدواء. هو اللي عاونني حتى وصلني لكازا. كيفاش زعما؟ انا اصلا عارف انه في شكل يعاونك شي رباطي، وقيلا كان باغيني حتى نتفكر الذاكره ديالي عاد يرجع يخطفني. دابا بدا كيبان لي البلان كامل، هادشي كله غير لعبه باش نرجع ونتفكروا. مني عارفوا بلي دماغي بدا كيرجع كما كان، جربوا فيا داك الدواء ديالهم، جاو دابا باش ياخذوا البروجي. جاو هو ورجال ديالو، وصلوني رجال ديالو باش يحيدوا لي داك البروجي ويديوني نخدم معاهم. دابا بقى عندي النمره ديالو، قررت اني نصوني ليه. عيط لي السلام السلام، في الاول ما عرفنيش حتى فكرتو. قال لي كيدير بخير؟ قلت لي ما بخير ما تتوزى، عرفتك على حقيقتك. بدا كيضحك وقال لي دابا عرفتيني، وعرفتيني شنو باغي. قلت لي داكشي اللي باغي انت راه عندي، ولكن علاش انت باغيه؟ قال لي بغيت نسجل به براءة الاختراع في ألمانيا باش نتشهر، انا محتاج الفلوس. قلت لي انا محتاج الفلوس. قال لي ايوا نقدروا نتفقوا. قلت لي شحال؟ قال لي طلب. قلت لي 550 مليون. خونا في الاول قال لي بزاف، وانا نقول يلا بسلامه وقطعت. ويعاود يعيط قال لي جاتك، عطيني سيمانه تكون عندك من بعد ونعيط لك. قطعت لابيل. كانت لفت حتى كتبان لي صفاء من مورايا. قالت لي تبدلتي بزاف، ولا همك الاول هو الفلوس. قلت لها انت دابا ما عارفه والو، حتى نسالي وغتفهمي. هزيت داك البروجي ومشيت للمختبر اللي كنت خدام فيه. دابا ما عندي علاش نخاف، حيت خونا دويت معاه، لقيتهم داروا تما مدير جديد. مشيت لعندو وسولته كيفاش نسجل براءة اختراع في مجال الطب. قال لي خصك دوي مع وزارة الصحة. وش لا تخربيق، وداكشي اللي درت. مشيت للوزارة صوبت الوراق، قلبوا الدواء مزيان، لقاو كيوفي الشروط، يعني زعما جديد ماشي ديجا مصنوع. انا الاول اللي مصاوبو. ثلاث ايام بالضبط كمل داكشي. انا ما بغيت لا فلوس لا والو، عطاوني شي فلوس مع ديك براءة الاختراع كدعم ليا. تبرعت بها لواحد الجمعية، حتى من بعد ونرجعوا للبلان ديال الجمعية. دازت سيمانة لاصقة عيط عليا خونا وهو باقي طامع في براءة الاختراع في ألمانيا. درنا فوقاش نتلاقاو، قال لي جي لعندي أنا غنصيفط ليك رجال دياولي. فعلا جاو رجال دياولو وداوني من كازا حتى لعندو. تلاقيت معاه وكنقول له شوف هاد ولد الكلبة، ولكن أنا غنقول بو أكبر تقاوليبة في حياته. تسلمت معاه وريحنا وقال لي باش تعرفني كلمة، ها هي فلوسك. مد لي جوج ديال الباليزات كبار عامرين بالفلوس. قلت لي ها هو لعبك كامل،
ونقدروا نتعاملوا من بعد. قال لي علاش لا، غنقدر نحتاجك عاوتاني في شي ادويه اخرين، هذاك الشيء اللي كنت باغي من الاول. قلت لي علاش جربتو فيا الدواء؟ قال لي كنضاو نجربوه في شي بشري باش نعرفوا واش ناجح ولا لا. انت احسن واحد نجربوه فيك مادام انت اللي صنعتيه. قلت لي اوكي بون كوراج. هزيت الزبل ديال الفلوس وعوجت الكازا. انا عرفت دابا ديك الشهره اللي باغي ما عمرو باقي يوصل لها. كي وصلت الكازا شديت الفلوس ديتهم للبنكه حطيتهم. ندوز معاكم دابا للبلان ديال الجمعيه. انا داكشي اللي جاني من براءه الاختراع كامل دوزته لواحد الجمعيه كانت حدانا باش يستافدوا. واحد النهار صونا لي المسير ديالهم وقال لي جي راه عندنا واحد الحفل وبغيناك تحضر بصفتك المحسن. قلت له غير خليني مجهول، ما بغيتش بنادم يعرفني. قال لي لا راه ضروري خاصك تجي. واصر عليا الخوت باش نجي. حضرنا فعلا لذاك الحفل. كيدور السيد وكيعرفني بنادم. نشطوا الدراري في ديك الحفله ومنين سالينا فرزني ذاك المسير وقال لي باغي نقول لك شي هضره ولكن تبقى بيناتنا. في الاول حساب لي خاصو الفلوس. قلت ليه غير دوي. قال لي راه هذا الحفل جمعنا فيه بزاف ديال التبرعات. قلت لي مزيان. قال لي شوف راه هادشي بسببك. انا ما فهمتش الخوت. كمل هضرته وقال لي راه بنادم كيتعاند معاك داكشي علاش كيبغي يحط الفلوس. غير وليت حضرت تاخذ حقك. قلت لي اذا دابا شي محسن بغي يحط الفلوس كيجي محسن اخر بغي يحط اكثر منه ياك. داكشي علاش بغيتي نولي نحضر باش يجيو محسنين اخرين. اذا انت كدير يدك في هاد الفلوس. قال لي راه هادشي اللي خدام في هاد المغرب هذا. قلت لي واخا غدا عطيني حقي ونولي نحضر. تفاقت مع السيد ورجعت للدار. قسيت نست باقي ما قلتش للدار على الفلوس اللي ولاو عندي في البنكه. الغد ليه هبط المرجان. خديت سمارت واتش ديال سامسونج ضربتها في يديا هبط لعند خونا الجمعيه. قبل ما ندخل خدمت الكام اللي كانت فيها صغيره كتصور. دخلت وسلمت عليه وقال لي راه فلوسك واجده. بغيت نثبتو. قلت لي شحال وانت كدير بحال هكا؟ قال لي هادي شي 5 سنين وحنا عايشين من فلوس التبرعات والدعم ديال الحكومه. حبست الكاميرا وقلت ليه هاني راجع. خرجت عيطت على البوليس وقلت لهم حال الرشوه جاو بالخف. مع هادشي ولات عليه واحد الاهميه. ما جاو البوليس سولوني قلت لهم هاكو هاد الدليل مصور بالفيديو. خونا كان لداخل شافوا الفيديو دخلوا ليه لقاوه كيحسب في الفلوس. تشوكا وانا نتبعهم شفت فيه وانا نقول ليه يا ود الكلبه بحالكم اللي مخليين بنادم ما لاقي فين يعيش في هاد البلاد السعيده. واش حتى الفلوس ديال اليتامى طمعتي فيهم؟ خونا ما قدرش يدوي غير حاد راسو عارف راسو مشى فيها. المهم داوه وانا رجعت صافي ساليت مع هاد ود الكلبه هذا. رجعت للدار ريحت معاهم عاودت لهم البلان ديال الفلوس وداك الشيء كامل ما تيقوش. حتى قلت لهم بلي غدا غنمشيو نختاروا الدار اللي نسكنوا فيها. عتقوا بيا. بصح الغد ليه هزيت الطوموبيله ديال صفاء ومشينا عند السمساره ديال كازا كاملين. شفنا شي دار تكون كبيره ماشي الديور ديال السعاده. المهم الوالده عجبتها واحد الدار درت مع السمساري زرب عليها حسن حيت باغي نسكنوا. وقلت ليه بلي الفلوس واجدين كاش. داكشي اللي كان 4 ايام تحولنا لديك الدار طرقنا المسمار ديالها. شريت واحد الجولف باسات الاخرى وقررت اني نرجع نخدم في المختبر. داكشي اللي كان بما اني كنت المدير فرجعت بدون مشاكل لبلاصتي حتى صفاء رجعت لخدمتها. بديت كنمول شي مشاريع من الفلوس ديالي الخاصه وكنساعد الدراري اللي يلاه جداد في الدومين. الوالده قالت لي شحال من مره نتزوج بصفاء راها بنت مزيانه وطليق ليك. انا الغد اللي مشيت وقفت صفاء قلت لها كتبغيني؟ قالت لي بطبيعه الحال. بديت خرجتها هربت عليها واحد الوقيته جبت خاتم ورجعت. قلت لها واش تقبلي تزوجي بيا؟ خطنا فرحات بزاف. قالت لي هي الاولى. مشينا لعندها للدار وكانت غير بوحدها حيت هي ماتوا لها والديها وما بقى عندها حتى شي واحد بحال درنا لخوت شي خطوبه. من بعد شهر درنا حفله صغيره في داري حنا باربعه اختي الوالده وانا وصفاء. جاو العدلان وكتبوا بالعقد ديالنا حيت غنفهم من بعد انه مراتي من شدات الفلوس هربات وطلبات طلاقها عن طريق شي محامي. حتى لهنا الخوت حياتي بدات كتقاد. حتى لواحد النهار بالليل كنت خدام في الدار شاد البيسي ساليت وانا بدا كنتسركل في التصاور اللي كاينين في ذاك البيسي. شويه بانت لي واحد التصويره ديالي انا ومراتي. هاد مراتي بالضبط خصني ما ننساش داك الشيء اللي دارت لي خصني ننتقم منها على داك الشيء كامل. فكرت بما انها طمعه وبعتني على الفلوس وقلت علاش لي ما نخليهاش حتى هي تعرف الفلوس اللي عندي. الغد لي سولت صفاء علاقة لي راه هربات بالفلوس
ولكن راه عندها واحد لادريس هنايا تقدر تكون فيها. علاش بغيتي هاد الشيء؟ قلت لها غير مجرد سؤال. سولت على لادريس ولا قلقلتها. والصباح الاخر ساليت الخدمه، رجعت للدار ضربت واحد الحطه زيت الطوموبيله ومشيت. بانت لي لادريس واحد الدار اللي كانت مزيانه. دقيت ودرت كاسكيط على راسي باش ما تعرفنيش في الاول. تحل الباب وخرج لي واحد البرهوش اللي كان صغير، يمكن هذا ولدها اختنا تزوجات لا شوف شنو. قلت ليه كلم لي باك. قال لي لا بابا ما كاينش. قلت لي كلم لي ماماك. قال لي علاش بغيتيها؟ قلت لي سير بركه من الهضره. مشى واحد شويه رجع لعندي هو. قلت لي فين هي؟ قال لي ها هي جايه. بقيت مجمع انا وياه شويه، كتب لي خارجه وانا نهبط راسي. قالت لذاك الولد شرف اجي لهنايا، مشى كيجري. قلت ويلي سمات ولا سميتي؟ قال هادي محبه. مدت لي يديها باش تسلم عليا وانا حاد راسي. سلمت معها وقالت لي شكون اسيدي؟ قلت لها ما عرفتينيش وانا نحيد الكاسكيطه. اختنا جلست في الارض وبدات كتبكي. قلت لها صافي بدلتيني بالفلوس ونسيتي اللي دوزنا، دابا علاش كتبكي؟ قالت لي راه هما قالوا لي متي، كيفاش غتكون ردت فعلك ملي تشوف شي واحد ميت؟ رجع للحياه. كيفاش تفكرتي؟ قلت لها ماشي هذا هو المشكل. علاش درتي لي بحال هكا؟ على قبل الفلوس؟ الفلوس اللي عطاوك ما كتسوى والو من الفلوس اللي عندي دابا. قلت لي لا راه انا كنبغيك. وقفت بتعنقني، دفعت وجه البرهوج ديال ولدها بدا كيضرب فيا. قلت لها علاش؟ قالت لي غير دخل غنعاود لك كل شيء. دخلت ريحت وقالت لي رغم المور ما رجعنا للمغرب بديت خدامه معاك، انت قلت لي جلسي من الخدمه. قاطعتها وقلت لها هادشي كامل تفكرتو، عاودي لي المهم. قالت لي واحد النهار جا لعندي واحد السيد حتى للدار، انت ما كنتيش، فاش حليت الباب بقى كيهدد فيا، هددني حتى بعائلتي وقال لي بلي خصني نبدا نعطيك الدواء اللي انت كتصاوبو، وجابوا لي في شي قريعات. قال لي غديري هادشي غنقتلوك انت وعائلتك ونقتلو حتى هو. ديك الساعه كنت حامله وكان خاصني نختار بين حياه مزيانه لولدي وليا ولا يديوك انت تخدم عندهم. فقررت اني اختار الاول، داكشي علاش انت عايش دابا. قلت لها دابا هذا ولدي؟ قالت لي اه. صدمت وينني هذه مشكله. قلت لها انت طلبتي الطلاق؟ قالت لي طلبت الطلاق قبل ما نعرف بلي متي. قلت لها مزيان. جريت الدري هزيتو قلت لها هاني جاي. خرجتو معايا وديتو معايا للمختبر. كان الليل ديك الساعه، غير السيكيريتي اللي كاينين تما دخلوني. خديت الوليد شويه ديال الدم وخليت داك الدم تما باش غدا ندير ليه التحاليل، ورجعت الولد لمو. قلت لها تال من بعد ونرجع لعندك. عوجت مشيت للدار، جلست مع مالي الدار واحد شويه، من بعد دخلت تكيت باش الناس. صباح فقت مشيت للخدمه، بديت خدام في دوك التحاليل هما الاولين. يجي لعندي صفاء قالت لي هادشي ديال من؟ صدرتها. قلت لها هادشي ديال صاحبي راه مزروب خصني نخدم ليه انا. قالت لي مزيان. قلت لها اليوم غنجي معطل للدار بلا ما تسنيني، دير مع شي صحابي. قالت لي اوكي. وصلت ديك الرابعه قد بنادم بدا كيخرج وانا كنتسنى في التحاليل، وجدوا وانا نشد الوريقه حتى كيبان لي اختبار ايجابي. هذا ولدي، مشكله هادي. دابا عندي ولد، كي غندير حتى نقولها لصفاء والعائله؟ زيد داكشي ومشيت لعند الدار ديال موت الولد، دقيت وحلات قالت لي ادخل. قلت لها التحاليل خرجوا ايجابيين. قالت لي دابا تقتي واحد شويه بالي البرهوج جاي. هزيتو قلت ليه واش في اخبارك انا هو باك؟ قال لي بابا ما كاينش. قلت ليه من اليوم راه كاين. شفت المراه وقلت لها بغيت الورقه ديال الطلاق اللي مسنيه. قالت لي ماما راه كانت عندي. قلت له باش عرفتي راسك طلقتي مني؟ قالت لي خليت المحامي يتكلف وغبرت. قلت لها صوني على هذا المحامي. صونات المحامي في الاول مبغاش يجاوبها، لابيل الثالثه جاوبها. سولته على الورقه ديال الطلاق قال لي راه الطلاق ديالك ما تقبلش حيت راجلك ما كانش، راه باقي في المحكمه. قطعت لابيل وانا نشوف فيها. قلت لها اذا باقيين حنا ما مطلقينش. شوفي انت دابا باقا محسوبه عليا، غتبقاي في الدار ما غتجيش عندي للخدمه. قلت لي ان شاء الله. بداو غادي الايام وكل مره فين كنبات. صراحه كنبات مع هادي مع هادي بجوج عيالاتي. صفاء بدات كتشك فيا. قلت لها غير كنبغي نرتاح واحد شويه ونخدم في خاطري. كنبات في لوطيل، دوزت شي اسابيع بحال هكا حتى لواحد النهار عيط لي داك رباطي، هذاك خونا جاوبته وقال لي دابا عاد حسيت بالقالب، ديتي الفلوس وبراءه الاختراع، انت طلعتي السي السيد. قلت لي انت اللي مكلخ، واش باغي تدي براءه اختراع في دواء؟
وانت الشيميك كنتي كتجيب فيه نص نقطة. قال لي عقل مزيان غتندم ويقطع لابيل. انا ما ديتش في الهضره ديالو حتى لواحد النهار كنت مريح مع مراتي القديمه بالليل من بعد ما ساليت الخدمه. دوموندينا على القص وكنتسناو. كنلعبو انا وياه مع الدري الصغير حتى كنسمع الدقان. نهار تحلات ويبان ليا داك خونا رباطي. دفع السيده وجاي هو وجوج ديال الرجال. انا صيفط الدري الفوق لبيتو. سلم عليا داك رباطي جاتني في شكل. وقفت مراتي هي الاولى. قال لي غنتفقوا. قلت لي اه علاش علاش لا. قلت لي اه علاش لا. قال لي رجع لي الفلوس وبيع لي براءه الاختراع. قلت له المقابل. قال لي والو. قلت لي كيفاش والو؟ قال لي ما غتاخذ والو وبزز منك. قلت لي لا. عطى الرجال ديالو اشاره باش يشدوني. خوكم مدوز العسكر. زربت عليهم وتميت غادي عند الرباطي. ضربته ويطيح. دخلوا واحد جوج رجال وحدين اخرين. ضربت الاول ونقص الثاني شدني. ناضوا عاوتاني بداو كيدخلوا ليا شبعوا في عصا. ولكن جمعت النوضه. هزيت واحد الطيرموس حدايا عامر بالقهوه رشيتها عليهم. واحد عورته شد في عينه والثاني ضربته بواحد البونيه. نقص على واحد اخر كندخل ليه حتى غيب. وانا نسمع الصوت ديال السلاح تطلق. مع كنت لفت كيبان لي خونا رباطي هز السلاح. جيت مراتي ومرتي طايحه مضروبه في الارض. مشيت لعندها ديريكت. قالت لي شرف ولدي امانه عندك. وغيبات. هزيت عيني كيبان لي خونا مصدوم. تلاحيت حيدت لي السلاح وكتفتو. صونيت البوليس وريحت كنبكي. اول مره كنبكي حيت هادشي كامل بسبابي. فكرت اني قتل خونا ولكن هي وصتني بلي ولدي امانه. وصلوا البوليس والامبيلونس. نزل واحد المسعف قلبها وقال لي البركه في راسك. بقى فيها الحال بزاف. خونا هزوه داو هو والرجال ديالو. خداو لي السلاح من يديا وقالوا لي مني تولي هو هذاك دوز لعندنا ناخذ الاقوال ديالك. طلعت هزيت ولدي وخليت البوليس في الدار ومشيت لداري الاخرى. دخلت على الدار في ديك الحاله عطيتو من ولد وطلعت لبيتي. سديت عليا كنسمع صفا امي كيدقوا في الباب. انا ما قدرتش نحبس البكيه. بقى فيا هادشي كامل اللي وقع. ما شفتش الناس ديك الليله. مني فقت هبطت لعند الدار لقيتهم مخلوعين عليا. لقيت الدري شاده الوالده شافني وقال لي بابا. الدار ما فهموا والو. جا لعندي هزيته وقلت لهم بلي هذا ولدي. تصدموا. سولتني الوالده وعاودت لها بلي تلاقيت مع مرتي وداك الشيء كامل اللي طرا. وعاودت لها داك الشيء اللي طرا البارح. قالت لي خصنا نقوموا بالواجب ونديروا ليها العشاء. مشيت لعند البوليس هما الاولين. عطيت الاقوال ديالي وخديت الجثه. درنا اللازم مع الناس وجا والديها حتى هما. في الاول بغاو يحيدوا لي الدري ولكن مع اخوكم حاقد تفرقعت عليهم بالمزيان. المخلوقة اللي كتجمعني بهم مات. من مور هادشي كامل صفاء بغات طلقني حيت كنت كنبقى مع الاخرى الله يرحمها. وقالت لي بلي كان خونها. جاوبتها باللي بغيتي ديريه. هادشي زاد عصبها. غير الوالدة اللي رجعت لينا عقلنا وصالحاتنا. الدار تقبلوا ولدي وكيعاملوه مزيان. من بعد عام ولدت لي صفاء بنت سميتها اسلام. الحياة ولات زوينة وبديت كنسى. ودابا صافي وليت كنعطي وقت بزاف لعائلتي كتر من الخدمة. حيت اللي مشى ما كيتعوضش. أصدقائي القصة سالت. نتمنى تكون في المستوى المطلوب وخا قصيرة واحد شوية. قبلوا علينا. أحبكم في الله. ليلة سعيدة. أديوس أميغوس.